التقى صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة ومجموعة روتانا في المقر الرئيسي لشركة نيوز كورب بولاية نيويورك بالسيد روبرت موردوخ رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة نيوز كورب، وذلك بحضور السيد جيمس ميردوخ الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لشركة نيوز كورب آسيا وأوروبا. وقد حضر الاجتماع مع الأمير الوليد الأستاذ فهد أسكيت الرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا، والأستاذ جمال خاشقجي المدير العام لقناة العرب الإخبارية، والأستاذة هبة فطاني المديرة التنفيذية الأولى لإدارة العلاقات والإعلام. خلال اللقاء طبعا ناقش الطرفان مواضيع اقتصادية واستثمارية متنوعة تركزت على القطاع الإعلامي، كما تطرق الطرفان إلى علاقة شركة نيوز كورب مع شركة المملكة القابضة ومجموعة روتانا. إذن